كنعيشوا واحد لحظه تاريخيه في قطاع الصحه، لحظه تاريخيه كبيره. شتي راه ملي كتكون كتصلح الدار كتحش بها، كتحسي بثمرها والمشاكل الخدامه والمصروف، ولكن ملي كتكمل وتسكن فيها عاد كتستحلى. وهذا هو الهدف ديالنا كحزب اليوم، هو اننا ناسسوا الاجيال المقبله. لا تهمنا انتخابات، انتخابات غتجي نقدروا ننجحوا نقدروا نسقطوا، ولكن الامور على الاقل ملي غدوز هذه المرحله، احب من احب وكره من كره، غيقولوا ان في عهد السي عزيز اخنوش تم اصلاح وتم اعطاء الانطلاقه ديالها جميع الاوراش اللي تسنيناها كاملين. وكنا كنتقلقوا لان الصحه كانت مهمشه، راه في مستقبل في ماضي قريب ما كان حتى شي حاجه في القطاع، كانت الشفوي الكلام، اعاده الصباغه من هنا، شي زيادات ما كنهضروش عليها، بمعنى داك الاضراب اللي داروا الاخوان اصلا ما كانتش حتى فرصه نبقاو نهضروا على تعويض هذا ولا تعويض كذا ولا تعويض كذا. كان اقصى ما يمكن اخذه هو واحد القدر المالي اللي كيكون على جميع الموظفين وكذا. اليوم لكل واحد في القطاع خصوصيه ديالو،